وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما إن هذا